وقاية الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة. الطقس هيكون شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية. بالليل الجو هيكون مائل للحرارة على أغلب الأنحاء، معتدل الحرارة على السواحل الشمالية. في كمان توقعات بسقوط أمطار خفيفة بتكون رعدية أحيانا على مناطق من أقصى جنوب البلاد. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على التليفون دكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة دينا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. حابين نطمن من حضرتك عن حالة الطقس النهاردة في القاهرة وباقي المحافظات، ولكن تحديدا كمان محافظة أسوان اللي يعني أخبار على السوشيال ميديا بتفيد إن هي بتتعرض لحالة طقس غير مستقرة من أمطار رعدية وغير ذلك يعني. هو طبعا خلينا نقول بالفعل الاول ان احنا لسه مستمرين في الموجه شديده الحراره اللي بتاثر على اغلب محافظات الجمهوريه من الاسبوع الماضي، لسه مكمله معانا النهارده وبكره كمان الخميس، واللي متوقع ان تكون العظمى على القاهره الكبرى 38 درجه مئويه اليوم خلال فتره النهار، وده يعتبر اعلى من المعدل الطبيعي للوقت ده من السنه بحوالي من درجتين لثلاث درجات. وطبعا ده كمان نتيجه تاثرنا بامتداد منخفض الهند الموسمي مع الكتل الهوائيه شديده الحراره، وكمان وجود امتداد لمرتفع جوي في طبقات الجو العليا، ده بيساعد بشكل كبير على حبس الرطوبه في طبقه قريبه من سطح الارض. فانا عندي مع ارتفاع قيم درجات الحراره ارتفاع كبير في نسب الرطوبه، ونسب الرطوبه تخلينا نحس بقيم درجات حراره محسوسه اعلى من المقاس اللي هي 38 عظمى على القاهره الكبرى بحوالي من درجتين لاربع درجات، يعني احنا متوقع العظمى على القاهره الكبرى المحسوسه تكون ما بين 40 ل 41 درجه مئويه خلال فتره النهار. فبالتالي الاجواء شديده الحراره الرطبه بشكل كبير لسه مستمره في اغلب المحافظات الداخليه من الوجه البحري للقاهره الكبرى لمحافظات الصعيد. لكن السواحل الشماليه بتكون هي الاقل في قيم درجات الحراره، فبتكون اجواءها حاره رطبه فتره النهار، لكن طبعا احنا عارفين هي بتكون الاعلى في نسب الرطوبه. كمان في فتره الليل مع غياب اشعه الشمس اكيد بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، لكن كمان احنا حاسين بارتفاع قيمه درجه الحراره الصغرى لان عظمه الرطوبه بتكون فتره الليل. عندنا كمان في معظم المحافظات فيها اعتدال بشكل كبير في سرعات الرياح، يعني سرعات الرياح مش عاليه، فده يخليني احس بنسب الرطوبه الموجوده في الجو، فايضا لسه في اجواء مائله للحراره الرطبه فتره الليل. وفقا لتوقعات الهيئه العامه للارصاد الجويه احنا حذرنا من فرص سقوط الامطار من امس واول امس على المناطق اللي موجوده في اقصى جنوب البلاد. بدات الامطار بامس الثلاث ومستمره معانا على الاقل لحد يوم الجمعه اللي جايه، لكن الامطار هتنحصر فقط في المناطق الجنوبيه، مش موجوده في المناطق الساحليه او القاهره الكبرى، في اقصى جنوب البلاد وتحديدا في ابو سمبل او في اسوان، في حلايب، في شلاتين. الامطار دي امطار متفاوتة الشده وهي امطار رعديه نتيجه ارتفاع الحزام او الفوق المداري في شمال السودان، فبدانا نتاثر بالامطار في المناطق. بس ده في الوقت ده من العام هو غير متوقع سقوط الامطار بالشكل ده، ولا هو ده معتاد عليه؟ احنا بدانا نعتاد في الخمس او في العشر سنين الماضيه على الامطار الصيفيه في شهر 7 وشهر 8 في المناطق الجنوبيه، لان احنا كمان دي الامطار الموسميه في فصل الصيف بتحصل في السودان وفي اثيوبيا، ده معروف في منابع النيل. فالمسبب للامطار اللي موجوده على منابع النيل بيرتفع شمال اللي هو الفاصل المداري او الحزام المداري، بيتحرك باتجاه الشمال يعني في شمال السودان، فبنبدا احنا نتاثر في المناطق الحدودية أو في المناطق الموجودة في أقصى جنوب البلاد بالفرص الأمطار دي، فده متوقع إن احنا نوهنا عنه كمان في نشراتنا خلال الأيام الماضية ومستمر معانا، بس نأكد إن هو لسه مستمر معانا كمان لحد يوم الجمعة اللي جاية. هيكون في الأمطار متفاوتة الشدة رعدية، يعني كمية الأمطار ممكن كمان تزيد عن الأمطار الخفيفة، ومع الامطار دي في سحب رعديه، السحب الرعديه بيكون معاها رياح هابطه، الرياح الهابطه دي بتؤدي لاثاره الرمال والاتربه، ففي كمان اتربه ورمال مثاره ممكن تاثر وأمطار على رعدية. الرؤيه الافقيه بالظبط، والاتربه والرمال المثاره ممكن تاثر على الرؤيه الافقيه، ممكن تاثر كمان بانخفاض للرؤيه الافقيه وخاصه على المجرى الملاحي، فلازم ناخد بالنا بشكل كبير، وكمان الرياح الهابطه ممكن تؤدي لوقوع اي اشجار اي حاجه، لان الرياح سرعتها بتبقى عاليه بشكل كبير. ده فقط موجود، تاني ناكد في حلايب، شلاتين، في اسوان اللي هو كمان في جنوب اسوان في ابو سمبل، لكن المناطق الشماليه الاحوال الجويه فيها مستقره تماما، ما فيش اي فرص لسقوط الامطار. اكيد
بنتمنى السلامة أكيد للجميع. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، وهنبدأها من القاهرة والعظمى 38، الصغرى 28، العاصمة الإدارية 39، 28، اسكندرية 35، 25، العالمين الجديدة 34، 24، مطروح 32، 25، دمياط 33، 26، بورسعيد 35، 26، إسماعيلية 39، 27، السويس 38، 28، العريش 35، 25، كاترين 34، 19، طابة 39، 28، حلايب 37 29، شلاتين 43 31، شرم الشيخ 42 31، الغردقه 41 32، الفيوم 39 27، بني سويف 40 27، الوادي الجديد 45 28، اسيوط 42 26، سوهاج 43 27، قنا 43 29، الاقصر 44 29، واخيرا اسوان 44 30. حاولنا نطمن حضراتكم عن حاله الطقس، لكن للاسف هو في ارتفاع في درجات الحراره مستمر معانا في الموجه الحاره، لكن كمان بننصح اهالينا في اسوان وجنوب اسوان وفي حلايب وشلاتين ان احنا طبعا متاثرين بالاجواء في السودان، ف يعني نخلي بالنا ان في امطار رعديه وفي كمان رياح مثيره للرمال والاضربه، والرياح دي قويه، فنخلي بالنا كده ان ممكن من اعمده الاناره ومن الشبابيك كمان، فيعني نتجنب ان احنا نبعد عن العمارات في خلال سيرنا في الشارع. هرجع مره ثانيه لمنى ومصطفى علشان نكمل معاك فقرات صباحيه مصر. شكرا ليك يا دينا. شكرا جزيلا.